البيعة. قال الإمام الحسن عليه السلام: الحمد لله على ما قضى من أمر، وخص من فضل، وعم من أمر، وجلل من عافية، حمدا يتم به علينا نعمه، ونستوجب به رضوانه. إن الدنيا دار بلاء وفتنة، وكل ما فيها إلى زوال، وقد نبأنا الله عنها كيما نعتبر، فقدم إلينا بالوعيد كي لا يكون لنا حجة بعد الإنذار. فازهدوا فيما يغني، وارغبوا فيما يبقى، وخافوا الله في السر والعلانية. إن عليا عليه السلام في المحيا والممات والمبعث عاش بقدر ومات بأجل، وإني أبايعكم على أن تسالموا من سالمت، وتحاربوا من حارب.